سوء الرعاية الصحية وتدهور الخدمات وعدم الاهتمام من قبل السلطات المحلية، كلها مشاكل يقول لاجئون سوريون إنهم يتعرضون لها في مخيم هرمنلي في بلغاريا، والذي يعد أكبر مخيم للاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي. بل أكثر من ذلك، فهم بدأوا يشتكون من ممارسات عنصرية ظهرت في الآونة الأخيرة. نتعرف على هذه الممارسات في مشاركة علي موسى من بلغاريا. أهلا وسهلا بكم في كامب هرمنلي في بلغاريا المتاخم للحدود التركية. يسكن الكامب حوالي 2500 لاجئ، معظمهم من السوريين، كما توجد قلة من العراقيين والأفغان والإيرانيين. يعتبر كامب هرمنلي من أكبر المخيمات في الاتحاد الأوروبي، ويظهر بهذا المظهر، وبالرغم من هذا يسكن اللاجئين. معاناة حقيقية من الداخل، رطوبة، عفن، وهنالك أمراض منتشرة بين الأطفال بسبب الرطوبة. لاحظ هنالك في بعض الأقسام انهيار في السقف المستعار، والحمامات سيئة، سيئة للغاية. نعم، هذا هو وضع الكامب بشكل عام. في هذه الجولة بين الأقسام الستة نبين لكم معاناة الكامب. مرحبا سيدتي، هل تعرفيني عن اسمك؟ ميديا مراد. ما هو وضعكم في الكامب وما هي المعاناة التي تعانون منها؟ الوضع السوريين هنا، وضع اللاجئين هنا صعب جدا، يشكون من قلة الطعام، ويشكون من قلة الرعاية، ومن أي ومن الأدوية. نعم، ما في الأيام القليلة الماضية خرجتم في مظاهرات عديدة، ما هي الأسباب التي دفعتكم للتظاهر؟ هل لك أن تحدثينا عن ذلك؟ نعم، خرجنا في مظاهرات اعتصام سلمية. نعم، هناك عصابات حالقين الروس يهددون الكامبات ويهددون اللاجئين السوريين، وزرعوا الخوف والرعب والذعر بين الأطفال والنساء. نعم، ما هي مطالبكم من هذا التظاهر، وإلى أين تريدون أن توصلوا صوتكم؟ نريد أن نوصل صوتنا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى دول العالم كلها. نحن شعب سوري، نحن لاجئين ولسنا بإرهابيين. نريد أن نعيش في حلقة السلم والسلام وأمان كباقي الشعوب. لأنه عم نعاني من خدمة أطباء ما في نهائي مشان الأطفال. نعم. أول شيء أطفالنا اللي هلا ما تلقحوا. نعم. كتير أولاد صاروا عمارهم 6 شهور هون و7 شهور ما لأخذين لقاح نهائي، لأنه طلعنا من سوريا ما كانوا ياخذين لقاح، وهون ما اخذوا لقاح. نعم. انه السكن في مثلا كل غرفه في عائلتين ثلاثه، في بعض منهم العائلات لهم يعني امور شخصيه، في كل عائله لها اسبابها وكل شيء، يعني هالشيء في كثير مشاكل عم تصير بين العائلات. كامب الخرملي اكبر كامب باتحاد اوروبي، فيه 2000 وشوية شخص لاجئين من سوريين. نعم. من سوريين، من عراقيين، من افغانستان، من باكستان. ما في موظفين بكامب الخرملي، ما في غير 7 موظفين. ما في غير 2 مترجمين، هن الفلسطينيين، 3/4 السوريين، بالنسبة للكراد بالذات 3/4 ما بيعرف يحكوا عربي. كان ولا زال كامب هرمنلي يعاني من قلة الاهتمام من قبل السلطات البلغارية، كما يوجد نقص من الناحية الصحية والناحية الخدمية في الكامب. في الأيام القليلة الماضية خرجتم في مظاهرات، ما هي الأسباب التي دفعتكم للتظاهر؟ في الحقيقة كانت هناك جماعة جبانة من بعض البلغار يسمون أنفسهم بحزب الأتاكا، قاموا بالتهديد المباشر والهجوم المباشر على بعض الكامبات البلغارية. هجومهم الأول كان قبل عدة أيام على كامب أفشو كوكل في صوفيا، وهو الكامب المركزي، وقاموا أيضا بالهجوم والتهديد المباشر على كامبنا هذا هرمنلي. ونحن منذ أكثر من 5 أيام نحن نعاني تحت الضغط وحالة نفسية وهستيرية غير طبيعية. أنا المحامي عبد المجيد علي، أنا لاجئ في هذا الكامب، كامب هرمنلي. هل لك أن تحدثنا عن مدى معاناتكم في هذا الكامب؟ بصراحة هناك معاناة من عدة نواحي، من الناحية الصحية
هناك يعني مفروض من المفروض أن يكون هناك مشفى يحوي جميع الاختصاصات، ولكن نحن حوالي 2500 لاجئ هنا، نشاهد هناك مشفى صغير يقدم خدمات بسيطة، وأيضا هناك يعني معاناة من ناحية الأوراق، تأخير الأوراق، هناك تأخير بالأوراق، نعم تأخير بالإقامات. في الأيام القليلة الماضية قمتم بمظاهرات عديدة، ما هي الأسباب التي دفعتكم للتظاهر؟ هذه الأسباب التي ذكرناها طبعا، ومن ضمنها أيضا هناك عصابة اسمها أتاكا، هؤلاء عصابة تحوي حوالي 4000 شخص، أوصافهم حليقي الرؤوس، وهم يعني هدفهم يقفون ضد اللاجئين. علي موسى، كامب خرمانلي، بلغاريا.